كابتن الفريق. عايزين نطلع من الدوره دي ان احنا فعلا عندنا كامل من المعلومات سواء من عندي بديها لزميلي او من زميلي بياخدها منه او من الدارسين لينا الدكاتره او من الكباتن معانا. فدي نقطه كانت مهمه قوي عشان الموضوع كان ينجح. كان في نقطه مهمه جدا ويمكن انا بشكر طبعا زمايلي واخواتي المدربين معايا. كان نقطه مهمه قوي رغم ان اسامي كبيره جدا وقامات كبيره جدا في عالم التدريب لكن كان في نظام وكان في التزام وكان في انضباط. واي عمل عشان ينجح لازم يبقى فيه التزام وانضباط والتزام. ايوه صوت ان انا موجود مع زمايلي هنا كلهم مدربين كانوا بتشرف بجد كلنا كنا مبسوطين زي ما الدكتور جمال علام شرح كده وجاب اختصار للمجهود من جميع المدربين. كان فعلا كان صعب جدا كان ثلاث شهور صعبين جدا كنا موجودين طول الوقت كنا فعلا كنا تعبانين جدا كنا بندرس ونروح نشتغل في الانديه. مش باشا حلو كمان.